سبب الوقفه هو خويا الابن ديالي تيتعرض للسقوط السقوط لحق السياسه، دخلنا للسياسه داكشي علاش الابن ديالنا الابن ديالي تنتفاجئ في الدوره الثانيه كيعطيو 3.9 وكنعرف بان واحد السيد ديجا كانت كانوا كيتعاملوا معايا في المحل عندي بانه خدام في النيابه، يلاه كنكتشف بانه هو السبب ديال الابن ديالي انا باش يسقط ليا من التحضيري. التحضيري هل يعقل في التحضيري سؤال كيعطيه كيقول له 15 كيجي مفتش كيقول له ولدي 15 واش ديال العشرات ولا ديال الوحدات؟ راه قبيله واحد الدري جاوبها قال لك لا ديال العشرات، تيقول لك 10 ديال الوحدات والخمسه ديال ديال الوحدات. دابا انا كبغيت الابن ديالي تنصف ليا وكنطالب من سيدنا الله ينصرو. حنا دابا انا جينا قدام وزاره التربيه والتعليم وشاكي بن موسى هو ينصر ليا ينصف ليا الابن ديالي، لحقاش حنا تعرض تما الابن ديالي بزاف ديال الحوايج الضرب والعنف وكنا الحمد لله قلنا ماشي مشكل، وعندي شهاده طبيه ديال الابن ديالي بانه مابقاش حتى المدرسه باغي يمشي ليا ليها. راه منين جا المفتش تنشوف بان المفتش عنده صله قريبه مع المدير، تيقول لي قدامه المدير والله ولدك لا داز، خلى المفتش دخل تيصايب شي لعيبه قال لي قلت انت انا تسناه، قال لي ولدك والله ننجح بحال هكا، قال لي والله ولدك ننجح. منين كنمشي بغيت نتواصل مع المدير الاقليمي باش نقول له المشكل اللي عندي معاه ما بغاش يستقبلني نهائيا، مره ما بغاش يستقبلني، مشيت المره الاولى الثانيه الثالثه الرابعه ما بغاش يستقبلني. شنو هو انا فين امشي؟ صافي نجلسوا عندي في الدار ماشي مشكل، راه هو تيعرف يكتب الحمد لله تيعرف يكتب، صافي نجيبوا عندي في المحل. بغينا نشوفوا الهدر المدرسي اللي كيهضروا عليه سيدنا وكيهضر، بغينا نشوفوا ديك الفلوس فينا هي اللي كتعطى الناس ديال البادي. حنا راه ولاد المدينه في المدينه، حنا ما بابا بغينا حتى حاجه، حنا الحمد لله ما كنستافد لا من الدعم ما كنستافد من حتى حاجه، عندي رزق الحمد لله وكنحمد الله وكنشكره. انا بغيت الابن ديالي يتنصف ليا، انا ما بغيتش ندير مدرسه خصوصيه، ما بغيتش يقرا مدرسه عامه ديال الشعب. وشكرا. حنا جينا اليوم تنساندوا واحد الاب اللي تعرض ولده للحيف، تعرض للارصاب، رصبوا وهو عرف التحضيري، وشكون اللي رصباتو؟ رصباتو بعض المواد وسيرتو الفنون التشكيليه اللي عطاوه جوج ونص ما تتعطاش في التحضيري، ومني باه مشى دق البيبان على اساس انه باش يراجعوا النقط ديالو ويراجعوا هذا، قال له المدير والله ولدك ما ينجح والله تيسقط والله تيعاود والله تيعاود. وهي حقيقة كاين مسائل يعني سياسية، لأن الأب ديالو هو سياسي داخل المسائل السياسية وبغاو ينتقموا منه بطريقة أخرى من الولد ديالو. اليوم حنايا هاد الدراري ديالنا تيتعرضوا لهاد المضايقات من طرف بعض المسؤولين يعني في 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 في, في المديريات وفي المدارس، وفي التالي أنه كل سنة يعني المدارس تتلفظ يعني واحد مجموعة ديال الشباب يعني تيطردوا من المدارس، وهاد الشباب تيبقاو في الشوارع حتى انهم تتراوجهم هذيك الفكره ديال المهاجره باش يهاجروا. كلكم شفتوا كيفاش هذوك الشباب اللي مشاو هاجروا هذوك كلهم تيشوفوا الحلم ديالهم برا، تيشوفوا التعليم هو كاين برا، تيشوفوا الصحه كاينه برا، وهنا تيشوفوا الظلم والقمع والاستبداد وبزاف ديال الحوايج. مشينا عند المدير، مشى الاب ديالو عند المدير قال له بانه واخا يجي اللي جا ولدك عيرصب ما تعاودش، وما بغاش يتصنت له بتاتا، وعليها باش حنايا ضربنا مئات ديال الكيلومترات وجينا تنوقفوا امام الوزاره هنا على اساس باش نرفعوا صوتنا للمسؤولين ونقولوا لهم بان سيدي سليمان تحتضر من التعليم، سيدي سليمان ولادنا فيها تيظلموا، سيدي سليمان فيها يعني الاباده ديال الدراري تيخرجوا من المدارس يوميا، وبغيناهم ينقدوا التعليم سيرتو في سيدي سليمان. راه التعليم راه يعني صفر، ورغم ان كلكم تتعرفوا بان التعليم هو حق دستوري، والدري عنده مثلا 6 سنين اشنو غيولي هذا دابا؟ لا يتعرض دابا حتى نفسانيا غادي يتدمر. جينا من مدينه سيدي سليمان كنطالبوا بالحق ديال هذا التلميذ هذا اللي سقطوه ابتدائي التحضيري الاول، دابا كنقولوا له سير تقرا ما كيبغيش يمشي يقرا، الحاله النفسيه ديالو مسكين مرض، كنقولوا له سير تقرا ما كيبغيش يمشي يقرا، تيبقى يبكي لينا في الدار عند باباه، تيجي باباه لعندنا شوفوا صاحبي حاولوا كذا من هذه ما بغاش يمشي يقرا، قال لك حتى نرجع للقسم ديالي اللي نجحت فيه، وماشي شي بكالوريا ولا شي حاجه ولا قسم ديال التحضيري.
إذا هذا الشاب هذا الدري الصغير ملي ما يدخلش يقرا في التحضيري فين يعني إلا زاد واحد العامين أخرى راه غينحارف لينا. حنا ما بغيناهش ينحارف لينا، بغيناه يقرا باش ما كان كيقرا مزيان. وها أنت شوف، ها أنت شوف أسيدي النتيجة ديالو، شو شحال جايب في الرياضيات وفي الامتحان ديالو. واش نتوما متأكدين من هاد الشي نقاط ناقصة؟ الأب ديالو متأكد، مشى سول الأب ديالو، راه عنده ناس كيعرفهم، مشى سولهم قالوا له الابن ديالك راه ناجح، منين مشى يجيب النتيجة جابها ساقط.